دياتا مستوردة، يلا بعد السحر. خصوصية مبعثرة في طريقنا إلى المستشفى لحتى نستقبل شمس. نزلت مية الرأس. هتك لأعراض الأطفال. جيت أي ما فوت العصاري، دخلت الأوضة لقيت شفت محمد ابني في موقف زبالة معه. واستغلال الأموال. إن بعد وفاة أم زياد بأيام قليلة جدا، شاف البعض إن العيلة تغلوا الأمر بعد ما نشروا مقاطع فيديو مؤثرة بعد وفاته. وغيره الكثير مما تعرضه القنوات العائلية بين قوسين. والمشكلة أن أطفالنا هم السلعة، وأصحاب تلك القنوات عصابة مستعدة لمشاركة أي شيء يخطر في بالك دون أي قيم تتعلق بالعائلة. وقبل أن تتسرع وتذهب للتعليقات وتكتب شيء يزيد من سيئاتك، شاهد للنهاية ما وراء كواليس القنوات العائلية. الإتجار بالأطفال. لا توجد قناة عائلية واحدة لا تستغل أطفالها الصغار في محتواها ومقاطعها دون أي استثناء، فهم الأداة الأكثر ربحا لصناع محتوى تلك القنوات. مثلا هذه القناة العائلية انتهت أفكار المحتوى لديهم، فقرروا ترويع ابنتهم وتخويفها وتصويرها بضحكاتهم دموع الطفل التي كانت وما زالت تحرك الكبير والصغير فينا، لكنها في تلك القنوات المسمى عائلية أداة مربحة لجني المال والمشاهدات. شو بالسبب هون عمو؟ أمك ماتت؟ طب شو جابك هون؟ شو بتعملي هون؟ مين كحشك؟ مرتبوت. مرتبوت كحشتك؟ كحشتك انت عمرك 3 سنوات؟ قصة مؤثرة صحيح، لكن الحقيقة أن كل ما شاهدته فبركات وكذب، والذي صور ذلك المقطع هو والد ذلك الطفلة، وأمها ما زالت على قيد الحياة، ولكنه يتاجر بابنته حاله حال أي صانع محتوى في تلك الفئة من القنوات، أو تلك اليوتيوبر الأجنبية التي صورت مقطعا كاملا لها ولابنهما وهما يبكيان على كلبهما الميت، لتظهر في مقطع آخر نشرته بالخطأ وهي تحث ابنها على البكاء أكثر وأكثر حتى يكون مقنع أكثر للجمهور. أيضا لم يقف الأمر هنا، بل وصل الأمر لهتك عرض الأطفال والتشهير بهم وافتعال وتلصيق قصص مكذوبة بهم لجلب الانتباه والمشاهدات. جيت أي ما فوت العصاري، دخلت الأوضة لقيت شفت محمد ابني في موقف زبالة معه. حتى أن هذه الأم استنطقت طفليها أمام الكاميرا وحققت معهم. قالت هي بقى، قالت لي يا ماما شفتي إيه؟ كنا نايمين وماما وأمه كانت نايمة، يعني عايز تدخل في الأوضة بتاعتي. فأنا شفت الموقف ده، رحت مع الوش. ولو أخذنا مثال أكبر لاستغلال الأطفال، تظهر لنا مباشرة هذه القناة التي يتابعها 40 مليون طفل في العالم العربي. لو نظرت لجدول النشر في قناتهم تلاحظ أنهم ينشرون مقطع كل 3 أيام، وأي شخص لديه أدنى فكرة عن التصوير والمونتاج يعرف مقدار الجهد والضغط الذي يحتاجه ذلك الأمر، فما بالك بالجهد المصبوب على تلك الطفلة التي تنشر مقطع كل 3 أيام وتقوم بهذا العمل من 8 سنوات. أنا على المستوى الشخصي أجاهد حتى أنتظم في نشر مقطع واحد أسبوعيا، وأحيانا كثيرة لا أستطيع، فذلك يأخذ مني وقت وجهد كبير على الرغم من وجود من يساعدني في ذلك. أليس هذا إتجار واضح بتلك الطفلة وطفولتها المسحوقة ومن شابهها من الأطفال في تلك الفئة من القنوات؟ فتعريف الإتجار بالأطفال حسب الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تجنيد الطفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال الجنسي كما فعلت هذه الأم، أو السخرة أو الخدمة قصرا كما تفعل باقي القنوات العائلية مع أطفالها. فلو تمعنت في هذا الأمر تجد أن هذه الفتاة لم تأخذ إجازة عن العمل من 8 سنوات، حتى في منتصف مرضها كان يتم قولبة الأمر عن المرض والتصوير. تعبانة. تبى حبيبتي شو أكثر شيء متعبت؟ حلقي وأنفي. تكينا قلبي. وكيف سيتوقفون والمشاهدات في الملايين والأرباح كذلك؟ عصابة صدقوني. وإذا تمعنت فيما ينشرون لها تلاحظ كمية المحتوى الغير نافع لأطفالنا، بل المؤذي أحيانا كثيرة لهم، فأغلب المحتوى مقتبس من المقاطع الأجنبية التي لا تمت للإسلام وقيمه بصلة. وقس على ذلك لترى كمية الاستغلال والإتجار الحاصل بهؤلاء الأطفال. هذا هو الوجه الحقيقي لحياة أي طفل تراه على قنوات ما تسمى بالعائلية أو التحديات أو الأسرة دون أي استثناء لأي قناة. أي قناة عائلية تخطر ببالك الآن هي فعلا تستغل أبنائها، فمجرد ظهور الطفل أمام الكاميرا هو مستغل وباختلاف درجات الاستغلال. دياثة مستوردة. إذا انتهى أصحاب تلك القنوات العائلية من أطفالهم سواء من إتجار وهتك الخصوصية واستغلال، تجدهم ينتقلون إلى مستوى آخر يتمثل في عرض أعراضهم، ضاربين كل الأخلاق عرض الحائط، كهذه القناة التي يتعمد صاحبها إظهار مفاتن زوجته أمام الكاميرا بطريقة غير مباشرة مصطنعة. يلا بعد السحر.
بتعرفي انه لازم تنزلي راسك كمان. دياثة مستوردة من الغرب، والمشكلة انه يتابع تلك الفئة ملايين من الاطفال والعائلات وتتطبع لا اراديا بافكارهم ومبادئهم، وفي المقابل تجد اصحاب تلك القنوات يتمادون بعرض اعراضهم سواء بالتصوير من داخل بيوتهم بملابس نومهم وتوثيق المشاعر الخاصة بينهم، وكل ذلك بداعي عائلي، فهي قناة عائلية. يا جماعة لونها كثير زعلانة، كثير زعلانة، كثير شايفين الزعل بعيونها. صراحة شايف دياثة مستوردة من الغرب، ومن يعتقد عكس ذلك يجب أن يراجع رجولته. فنحن وصلنا لزمان من ينكر المنكر متخلف رجعي قادم من كهف وليس رجلا نبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. وإني أرانا في هذا الزمان. وتلاحظ أن تلك الدياثة تكون أكثر شيء في القنوات المسمى عائلية والتي لم تنجب بعد، يعني لم ينجبوا بعد، فلم تتح لهم الفرصة بعد لاستغلال أطفالهم، فيكون أمامهم المحتوى الرائج وهو مشاركة زوجاتهم، وكل ذلك مغلف بطابع عائلي. ولو قلت لك الآن أعطيني أسماء يوتيوبرز متزوجين ولم ينجبوا بعد، على الأغلب خطر في بالك مجموعة منهم. صحيح، أريدك الآن أن تتذكر المحتوى الذي يقدمه. ستلاحظ قطعا أن أغلبه يتمثل في عرض بيوتهم ومفاتن زوجاتهم وخصوصيتهم وأسرارهم دون أي ضوابط أخلاقية. أساسا لو لم يفعلوا ذلك لن يتبقى لديهم محتوى أساسا، فأغلب محتواهم تحديات، وخلال التحدي لا يبقي في بيته وعرضه تفصيلا إلا ويظهره للناس، ويستمرون على ذلك حتى ينجبوا. فإذا أنجبوا مباشرة يصورون لك فلوق الولادة، وبعدها خذ عندك محتوى متعلق بالأطفال وصولا للإتجار بهم، كما تفعل باقي القنوات العائلية مثل مع حفلة معرفة جنس المولود وإلى آخره من الأفكار المكررة، وكأن الناس أكبر همومهم في الحياة هو معرفة جنس مولودهم ذكر أو أنثى. استغلال الأموات. إذا انتهى أصحاب تلك القنوات العائلية من أطفالهم وعرض لأعراضهم، تجدهم يبدأون بالبحث عن أي شيء قابل للاستغلال حتى الموت. مثلا يوتيوبر كانت تدعى أم زياد كان لديها قناة عائلية، قامت بعمل مقطع تمثل أمام أبنائها الصغار وزوجها أنها ماتت، وهذا أمر شائع على تلك القنوات وهو الترويع، لتموت سبحان الله بنفس الطريقة التي كانت في المقطع وفي نفس اليوم رحمه الله. لكن المفاجأة الغير متوقعة أن أم زياد توفت فعلا في نفس اليوم 9 إبريل 2021 في مفارقة هي الأغرب من الخيال. لك أن تتخيل أن تلك المتوفاة استغلت الموت، بعد موتها استغل أهلها من أصحاب القنوات العائلية موتها أيضا. لاحظ الاستغلال. أول ظهور بعد وفاة أم زياد، لحظة تلقي خبر موت أم زياد، كشف حقيقة موت أم زياد، حياتنا بعد وفاة أخت أم زياد، أخيرا ظهرت الحقيقة، آسفين يا أم زياد، كلمتين مهمتين بعد وفاة أم زياد، وخيرها الكثير. أيها الحبيب، المهمة المنسية. لو سألتك الآن سؤال، هل تستطيع أن تضع مالك أمانة عند شخص معروف أنه سارق؟ قطعا لا. وهنا أسألك، لماذا تضع أطفالك عند أناس يسرقون منهم أغلى ما يملكون، عقيدتهم ودينهم ومبادئهم؟ أنت يا من تشاهدني راعي ومسؤول عن رعيتك، كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب أن تعرف ما هي المدخلات التي يتلقاها أطفالك إخوتك الصغار، وكيف تؤثر في مبادئهم وفكرهم لا إراديا. هذه مسؤوليتك. الله سبحانه وتعالى سيسألك عن رعيتك. أصحاب تلك القنوات أيها الأحبة صدقوني لا يكترثون بك ولا بأطفالك ولا بأهلك وماذا يتعلمون وما هي مبادئهم، يكترثون فقط بشيء واحد وهو المال والشهرة. فكن ذكيا واعرف من يتابع أبنائك الصغار وإخوتك أيضا. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. بالمناسبة أيها الأحبة، تكلمنا في الحلقة السابقة عن فرصة المنحة الدراسية الحكومية المولة بالكامل في تركيا، وبحمد الله الكثير منكم استفاد منها السنة الماضية. فقط أحببت أن أذكركم بها وأنه تبقى لانتهائها أيام قليلة، فأنصحكم بمشاهدة هذا المقطع لتفاصيل أكثر عنها، ووضعت لكم في الوصف الروابط المتعلقة بها. والآن دمتم في أمان الله.